قبل أن نبدأ الفيديو ادعمونا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات. قاتل يخشاه المجرمون. قتل 70 شخصا ولكنه الآن حر طليق، فكيف هذا؟ يقال أن موقفا واحدا قد يغير حياتك ويجعلك شخصا مختلفا تماما. موقف قاس جعل من الشاب البرازيلي بيدرو رودريغيز قاتلا شرسا، ولكنه مختلف. مختلف باختلاف هدفه، فهو لم يستهدف الأبرياء بل المجرمين. اكتسب القاتل شهرة واسعة وأصبح اسمه ساطعا في سماء الجريمة بعد أن أصبح مجرما شرسا يخشاه المجرمين. إليكم القصة. قبل أن يخرج بيدرو من رحم أمه وترى عينيه النور، كانت تتعرض والدته للضرب المبرح على يد والده القاسي. لم يكن كغيره من الأطفال، فعندما كان في 14 من عمره طرد والده من العمل، وهنا كانت البداية. فقد قام بيدرو بقتل رئيس والده في العمل لاتهام والده بالسرقة. ليس هذا فحسب، فعندما تأكد من براءة والده بدأ يبحث عن الحقيقة حتى وجد السارق الحقيقي وقتله. في سن المراهقة وقع بيدرو في حب فتاة جميلة أحبها كثيرا، وجد فيها كل ما حرم منه وأملا ببداية جديدة، ولكن ما حصل غير متوقع. للأسف قامت عصابة مسلحة بقتلها، مما دفع الوجه الآخر لبيدرو للظهور من جديد. وقبل أن يطفئ شموع 18 من عمره كان عدد ضحاياه 10، ولكنه لم يكتفي. بعد كل هذا قام والده بقتل والدته، وذلك بغرز الخنجر في جسدها حتى سقطت جثة هامدة. اشتعل بيدرو غضبا وخطط لقتل والده المتواجد في السجن. ذهب قتال القتلى لزيارة والده في السجن، ودون أن تروف له عين قام بطعنه عدة طعنات أسقطه قتيلا على الفور. حكم عليه بقضاء 30 عاما خلف القضبان، فأصبح جدران السجن رفيقته. فبماذا قضى وقته؟ استغل وجوده في السجن وقام بقتل 47 مجرما كانوا يمكثون معه. خرج قتال القتلى من السجن في عام 2007 بعد انقضاء مدة عقوبته، وما أن لامس وجهه هواء الحرية قال: سأقوم بقتل المجرمين. يقول الأطباء النفسيون في قضيته بأنه مريض نفسي، ولكن مرضه مثالي. هل تعتبر قاتل المجرمين مجرما بنظرك؟